السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتوني. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة بيع حمام لحم. إحنا كنا طبعا بنبيع الحمام الزاجل أو الزغليل الزاجل بالمزاد، لكن في ناس مش بتحب الطريقة دي. فإحنا الفيديو ده هنعمل البيع، هنسيب لك رقم التليفون. ليه احنا مش بنقول السعر؟ لان هو في اعمار مختلفة، فكل حاجة على حسب عمرها. يعني مثلا ده زغلول اهو، بسم الله ما شاء الله من فضل الله. ده زغلول لسه مفطوم، يعني عمره بالكتير 33 34 يوم، فيهم قصوص على وش شغل. هنوريكم تانيين احنا حاطينهم في سلكات، وفي الباقي شبابات. يعني احنا قلنا كده معانا نقول جوزين زغاليل، اللي هو ده واحد منهم ما شاء الله، هو متعود عليا بيجي ورايا. لكن فيه جوزين زغاليل زيه كده، نشوف كده منهم، نقول دول زغلولين بسم الله ما شاء الله، لسه معتمدين يا جماعة. في الباقي بقى شبابات، هنقول ايش، هنشوف الباقي شبابات. احنا لسه بنشببهم. اللي عايز حاجة، في اكبر حاجة فيهم عليها 3 ريشات، اكبر حاجة لسه باقي عليه 3 ريشات ويشتغل. هو طبعا كلكم عارفين اللحم بيشتغل قبل كده، لكن احنا بنبيع الحاجة اللي يبقى اول شغلها عندك انت ونصيبك فيها يعني. لكن هو الناس اللي تابعتني وشافت الفيديوهات قبل كده، واللي ما شافهاش يشوفها. شوف اللي هو بيلحم على 14 و15 يوم، الاهالي دي بتلحم 14 و15 يوم. هنشوف كده بسم الله ما شاء الله، نشوف الناس اللي بتحب الجفن الوردي. واللي عايز حاجة هسيب له رقم الموبايل في وصف الفيديو، يكلمني. بس الاستلام من البيت في دمياط، من المنزل في دمياط. شوف ما شاء الله وقفة الحمامة، بسم الله ما شاء الله. دي زغاليل، شايفين الديكور يا جماعة، لكن لسه ما اديتش منهم. يعني انا لو قعدت معهم بس، اقعد معهم بس كده، وانا اطلع ديكورة ونتي ونديهم لبعض. واللي عايز كل المجموعة على بعضها ما فيش مشكلة. ولو قلنا هم زغاليل وشباب، هنقول نعدهم كده، نقول دول 16 فرد بزغاليل وشباب يا جماعة، فيهم 4 زغاليل بس والباقي شبابات. 16 فرد. هنوريكم بقى فيهم، في جوزين تانيين اللي انا مديهم لبعض، يعني متجوزين بعض، جوزين مع بعض قصيص على وش الشغل، 3 ريشات و4 ريشات. هنروح نشوفهم في السلك. ده قص كمان واخد بعضه، بسم الله ما شاء الله. فيهم فرد عليه 3 وفرد عليه 4 يا جماعة، عشان الناس تبقى واخدة بالها. ده اللي هو اللي اخد بعضه، ده هنقول ده الجزء الاول او القص الاول. هنشوف القص التاني وورهولك بعد كده. لكن اهم شيء انك تكون هتيجي تستلم الحمام بنفسك من دمياط وتعاين بنفسك. ما شاء الله صحة وحجم تمام. وزي ما قلت يا جماعة، البيع على حسب الريش اللي على الحمام، وهيبقى اول شغله عندك. دي الميزة، ان يكون اول شغل الحمام ده عندك. فاضل قص واحد برضو اللي هو واخد بعضه، ونرجعه للسلاكة ونشوف.
ده القص التاني يا جماعة اللي هو اخر قص في اللحم. انا كنت سايبهم ان انا هربيهم لنفسي. بسم الله ما شاء الله، والله حاجة احسن من اللي انا شاريها. بسم الله ما شاء الله افضل من اللي انا شاريها. السلالة اللي انا شاريها من الناس المربين الكبار، يعني اللي هم اساس اللحم في مصر يعني. لكن طبعا بنختار، طبعا انت اما تيجي تشتري لحم انا بنصحك انك انت ما تشتريش من مكان واحد. بسم الله ما شاء الله اهو واخدين بعض تمام التمام عليهم. بالمناسبة 3 رشات او 4 رشات برضو على ما افتكر. لا هو في 3 يمكن 3 او في 4. لكن على فكرة يا جماعة الحمام اللي في سلاكة ما بيفكش بسرعة زي الحمام السايب. فالحمام ده يعتبر خلاص هيشتغل. انا بتوقع ان هم دول اللي هيحصهم في اي وقت القص ده والقص اللي قبل منه. هنوديهم في السلاكة ونشوفهم برضو ونبص عليهم مرة من السلاكة. نبص عليهم مرة في السلاكة بتاعتهم وهم في العش بتاعهم. نشوفهم كده وهم في العش بتاعهم. طبعا ده في العين اللي هم متعودين عليها حاجة تانية. بسم الله ما شاء الله من فضل الله. حاجة تاخدها تشتغل عندك على طول بإذن الله. نشوف القص التاني برضو في عشه. ده القص التاني في عشه برضو، واخد عشه هو مع الطاجن بيحضر العش بإذن الله. أول شغله عند المشتري بإذن الله. برضو 3 رشات و4 رشات زي ما قلنا. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ده اللي أخدين بعض يا جماعة، لكن باقي الشباب لسه هنولفهم على بعض. فبس أنا أفضلهم بس ونقعد نولفهم مع بعض، أو اللي عايز ياخدهم كده على بعضهم ياخدهم هو نصيبه. يطلعوا دكورة يطلعوا نتي، طبعا فيهم الدكورة وفيهم النتي. الطلب يا جماعة اللي الناس بتطلبه اللي هي محتاج، اللي يقول انا محتاج 4 نتي، النتي في الحمام اللحم قليلة، فمعذرة محدش يطلب نتي فرضا. قصوص على بعضها او شبابات صغيرة لسه ما تعرفش الذكر من النتاية. ده يا جماعة عينة من الاهالي. بسم الله ما شاء الله. ده معهم زغلول، كان بيضة تانية اتكسرت. ده زغلول كبير. البيض ده هنقول لو قلنا مش هتصدق ان اقول، لو قلت لك بقاله 10 ايام مش هتصدقني. بسم الله ما شاء الله معهم حصى، يمكن بقاله حوالي 10 ايام. الزغلول الزغلول بسم الله ما شاء الله بيدافع عن عيشه. حتى الزغلول ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللي ما شافش الفيديو بتاع الذكر اللحم اللي هو بيدافع عن عشه ولقيت وش الزغلول كله دم ومنقاره، وش الذكر اسف اللي هو كان بيدافع عن العش كان كله دم من نقره في حاجه اللي كانت بتهاجمه زي كده. شوف الزغلول بينقر في ايدي ازاي بيدافع عن العش ما شاء الله. هو وراثه يا جماعه، هو حمامه عصبيه وراثه، بس وعصبيه في انك انت هي بتدافع عن عشها. حاول توفرها المكان الهادي، ولازم يكون 2 طاجن كده في سلاكة، وانت هي هتلحم العش في العش وتوفر لها المكان الهادي وهي هتلحم العش بالعش بإذن الله. اللي ما شافش فيديو اللي هو الطائر اللي كان بيهاجم الصقر تقريبا، والله أعلم معرفناش هو ايه، يشوفه سيبهولك برضو في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده. متنساش الاستلام في دمياط الحمام والزغليل اللحم، الاستلام في دمياط يا جماعة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بفيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.